الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع رقم 1 تحت عنوان ما هي بحوث العمليات؟ Operation Research. What are they؟ هذا السؤال نطرحه لأنه راح يكون مقدمة، إن شاء الله سيكون مقدمة لكثير من المقاطع، ربما تصل إلى 15 أو 20 مقطعا بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله نبدأ. يتراقى استخدام بحوث العمليات يوما بعد يوم، وبخاصة بعد إدخال التطبيقات الحاسوبية المتقدمة من أجل الوصول إلى الحل الأمثل لقضايا المنشأة أو المؤسسة الدراسة. المؤسسة المنشأة هنا بالقطاع الخاص نقصدها مؤسسة، أي مؤسسة، ربما ينطبق ذلك على مؤسسات الحكومة. تهدف المؤسسة المنشأة من اللجوء لبحوث العمليات إلى تحقيق عدة غايات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الوصول إلى الوضع الأمثل للعمليات Optimize Operations في المؤسسة أو المنشأة. هذا المنظر الآن يقول لي أنه يعني الوضع الأمثل لحركة حياة المنشأة، للعمالة فيها، لرأس المال، للعمليات المحاسبية، لعمليات التوريد، التصنيع وما شابه. ثانيا تعظيم نجاعة أو maximize efficiency، نجاعة العمل لرأس المال البشري human capital اللي هو العمال الموظفين وما شابه، ورأس المال المادي material capital لخطوط الإنتاج أو الشاحنات أو الآلات أو الحواسيب وما شابه على حد سواء، وهذا يشمل الوقت والمواد الخام وساعات عمل الآلات والمعدات. أعظم نجاعة ممكنة. نتابع. ثالثا اتخاذ القرار بناء على المعلومة والتحليل العقلاني informed decision. هذا الآن الشكل المعبر جدا، علامة استفهام على أي الطريق الصحيح، الطريق الصحيح إلى الهدف، هل هو إلى الأعلى، هل هو إلى اليمين، هل هو إلى اليسار، أم هو إلى الأسفل. فهذا الآن في حيرة، لذلك اتخاذ القرار يجب أن يكون بناء على المعلومة والتحليل العقلاني. نتابع. يمكن القول باختصار بأن الهدف الأساسي من بحوث العمليات يتلخص بمسألتين. المسألة الأولى حل مشاكل منشأة المؤسسة problem solving. الآن هذه المشاكل متعددة، هل هي في الأيدي العاملة، هي في التغليف، هل هي متعلقة باتخاذ القرار، هل هي متعلقة في الحوسبة وما شابه. هذه المسائل عادة ما تكون مسائل متعددة الجو والأبعاد، وبالتالي هنا هذه المتعددة، هذه المسائل متعددة الأبعاد بمجالات متعددة لها علاقة بالمنشأة الداخلية، يعني علاقات داخلية داخل المنشأة، أو ما يسمى internal affairs، أو ما يتعلق بها بعلاقات المنشأة بالخارج. الآن ثانيا تحسين أداء العمليات في المنشأة المؤسسة improving processes. الآن تحديد المشاكل، قياسها، تحليلها. هنا يعني المقصود الآن هو يعني الهدف إنه أن نحسن العمليات داخل المنشأة، فيجب علينا أن نحدد المشاكل التي تواجه المنشأة، نقيس هذه المشاكل، نحللها. تحسين العمليات بشكل عام هنا الضبط، تحسين عمليات الخارجية ثم تحسين عمليات بشكل عام. فهذا الآن تحسين أداء العمليات في المنشأة بشكل عام. الحقول المتداخلة في بحوث العمليات، تتداخل كثير من العلوم والتخصصات والخبرات المتشابهة. الآن تتداخل في بحوث العمليات عدة حقول يأتي في مقدمتها المنطق، والآن هذا غريب logic لم يذكره أحد، لكن سأعبر عنه بشكل يعني على الإنسان الذي يبحث في عمليات المنشأة ويريد أن يحدد مشاكل أن يكون لديه منطق بتشخيص المشاكل ثم المعيقات والعقبات التي تقف. والآن كذلك الرياضيات mathematics، الحوسبة computer science، الإحصاء statistic، واتخاذ القرار. فالآن هذا المنطق هنا الرياضيات، الحوسبة، بيانات وإحصائيات، وهنا اتخاذ القرار. فتتداخل كل هذه المجالات، المنطق تداخل مع الرياضيات، مع الحوسبة، مع الإحصاء، ومع عملية اتخاذ القرار حتى تصل المنشأة إلى القرار الصحيح المتعلق بتعظيم نجاعة عمليات المنشأة، سواء متعلقة بأرباحها أو عملياتها أو مبيعاتها أو وجودها وخدمات التي تقدمها. نتابع. تستوجب بحوث العمليات خلفيات علمية وخبرات عملية متعددة تتعاضد فيها
كي تصل إلى هدف واحد أو واحد، تشمل الخلفيات والتخصصات العلمية، الملاحظة والمراقبة وتحديد المشاكل problem identification، الضبط والسيطرة، الرياضيات، الإحصاء، عمليات الإنتاج production process، وإدارة النقل transportation management، والتغليف والتعليب والتعبئة packaging، وإدارة عمليات التوريد والتزويد مثل supply chain management and logistics. هذا الآن التخصصات متعددة، تخصصات الاقتصاد والأعمال، تخصصات التقنية والصناعة، تخصصات الموارد البشرية وغير البشرية، هذه كلها قوة عمل وفكر إبداعي يؤدي الآن إلى أفكار وحلول جديدة تحتاجها المنشأة حتى تعظم مبيعاتها، أرباحها، خدماتها التي تقدمها للغير. نتابع. تتطلب بحوث العمليات تقديم التوصيات المناسبة لنتائج البحوث بحيث تشمل الموضوعات الآتية، كل حسب شكل المسألة التي عالجها: الحل الأمثل لسلسلة التزويد والتوريد Optimization of Supply Chain and Logistics، تخصيص الموارد بفعالية Effective Allocation of Resources، تحسين عمليات الإنتاج Production Process Improvement، الاستخدام الأمثل للوقت ومواعيد التسليم ودوام العمال الموظفين Enhancement of Scheduling and Staff Composition. نتابع. سيرورة بحث العمليات الآن process هذه تشمل بحوث العمليات 5 خطوات محددة كما يأتي. الآن أولا تحديد المشكلة المسألة وتشخيصها ثم التفكير بكيفية حلها. هذا الآن خروج من قفص التفكير التقليدي مهم جدا جدا. الآن هنا المشكلة، يعني لاحظ أحدهم أو مجموعة من الأشخاص، الإدارة أو موظفين معينين، المشكلة يجب الآن أن تحل المشكلة، يجب أن الآن توضع فكرة بديلة، فكرة جديدة، أن نخطط الآن كيف ننفذ الفكرة الجديدة إذا كانت يعني فعلا بديلة، تحقيق الفكرة على أرض الواقع ثم نجاح الفكرة. هذا الآن أول شيء، تحديد المشكلة المسألة وتشخيصها ثم تفكير بكيفية حلها. هذا الآن الاتجاه من اليسار إلى اليمين، من المشكلة لتحليلها، فكرة جديدة، التخطيط، تحقيق الفكرة ثم نجاح الفكرة. ثانيا بناء نموذج موديل يحاكي المشكلة، وهو ما يتطلب تحديد المتغيرات واتجاهاتها سالبة أو موجبة. وأنا اخترت هذا الشكل فقط للدلالة على أنه يعني لابد أن نضع نموذجا من أجل الوصول إلى الهدف لدينا. نتابع. ثالثا توظيف النموذج في سبيل حل المشكلة. الآن خطوات حل المشكلة، تحديد المشكلة، فكفكة المشكلة، dismantling، تحديد الأولويات، التخطيط، التحليل وربط وتركيب القضايا مع بعضها ثم تنفيذ الحل، وهكذا يعني في هالحلقة هاي وكلياتها خطوة نبدأ بهذا وننتهي بهذا، لكن تنفيذ الحل اللي هو فعلا الوصول إلى حل مناسب للمشكلة التي واجهتها أو تواجه المنشأة أو المؤسسة. نتابع. رابعا اختبار كل حل ممكن وتحليل مدى نجاحه. الآن يعني لا نحتاج أنه نحل مشكلة ونأتي بمشكلة أخرى، وبالتالي هذا الشكل المعبر أنه فعلا وجدنا حلا للمشكلة لكن وجدنا تحته مشكلة أخرى جديدة، وبالتالي لا نريد أن نصل إلى حل وبالوقت نفسه أن نصنع مشكلة أخرى، وبالتالي هنا اختبار كل حل ممكن وتحليل مدى نجاحه. نتابع. خامسا تنفيذ الحل على أرض الواقع. الآن هنا يعني عندما فكرنا بالمشكلة، فكرنا في الآن يعني حدثت مشكلة فكرنا بها، تلمسنا لها حل ووصلنا إلى الهدف من خلال انتهينا من هذه المشكلة إلى الأبد. يعني نتابع. ما يميز بحوث العمليات في المنهج؟ الآن تعتمد بحوث العمليات على الطريقة الكمية quantitative approach في تحليل المشاكل المعقدة في سبيل اتخاذ القرار المبني على المعلومة في حلها، مهم جدا. ثانيا التركيز على حل المشكلة بالوسائل المتاحة. ثالثا تشمل طرق الحل الأمثل اللي هي Optimization and Optimal Solution، تشمل البرمجة الخطية Linear Programming، البرمجة غير الخطية Non-Linear Programming، وما يسمى البرمجة الرقمية Integer Programming. هذه الآن الأشكال الثلاثة من البرمجة: برمجة خطية، برمجة رقمية، وهنا برمجة غير خطية. فيعني هذه ما يسمى بالquantitative approach أو الطريقة الكمية في بحوث العمليات في العادة. نتابع. حقول تطبيق بحوث العمليات.
من الضروري أن يعرف طالب البحوث بحوث العمليات بأن هناك تطبيقات واسعة الانتشار، منها التصنيع manufacturing وإدارة الإنتاج production management، أوكي، إدارة موجودات inventory أو إدارة الموجودات inventory management، تخصيص الموارد، التصنيع أوكي وإدارة التصنيع والإنتاج، وإدارة موجودات وتخصيص الموارد، إدارة الموجودات أوكي، تزويد والتوريد logistics، والتوقيت وتحليل المخاطر scheduling، هنا إذا logistics والتوقيت scheduling وتحليل المخاطر والريسك ريسك اناليسيس، اوكي هذا الان التزويد والتوريد بكل اشكاله من التحميل للتعبئه والتغليف باستخدام وسائل متعدده، طائرات، توصيل، شاحن، بواخر، وعندي ضبط وسيطره، عندي تخزين وما شابه، اوكي سلاسل التوريد اللي هي سبلاي تشين، واداره المخاطر ريسك مانجمنت، واداره المخاطر مهمه جدا، هذه الرعايه الصحيه واحد من الاشياء التي يعني عمل الباحثون في الرعاية الصحية من خلال بحوث عمليات على توفير الكثير ويعني حل الكثير من المشاكل في الرعاية الصحية. الطاقة، مشاكل الطاقة الآن وانقطاع الطاقة مهم جدا، التطبيقات عليه، النقل، موضوع النقل هنا، الاتصالات كوميونيكيشن اوكي، التزويد والتوريد، هذه الصورة الرائعة هنا تبين الآن الجوانب المتعددة للتزويد والتوريد، من تخزين، من نقل، من تحميل، تعبئة وتغليف، آلات ذكية، روبوت، هذه الآن أدوات النقل، طائرات، توصيل السيارات العادية بالشاحنات بالبواخر، وعند الضبط والسيطرة هنا مهم جدا، كلياتها تحت عنوان بحوث العمليات. وتشمل بحوث العمليات أيضا موضوعات مثل الزراعة وتخصيص الحيازات الزراعية، الآن زراعة فعلا يعني في تخطيط زراعي و الأسمدة، كميات المياه، مساحة الأراضي، كلها الآن ببحوث العمليات. كذلك الأمر بما يتعلق بتخطيط المدن مهم جدا أحبتي أن تذكروا ذلك. أخيرا الآن النتيجة النهائية لبحوث العمليات هي الحصول على معلومات جديدة حول المسألة تحت الدراسة، استمرار التحسن في الأداء. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله سنبدأ بتقديم مقاطع عن بحوث العمليات أول بأول بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.